هنا ده في متابعة الحمل والمراجعة عندي ما شاء الله تبارك الله في الشهر السادس، بس هي جاية تشتكي بإيه بقى؟ بالدور المنتشر حاليا اللي انتوا عارفينه، دور البرد، دور الكحة الشديدة الناشفة، البلغم، في سخونة بقالها 3 أيام بتلف على المجمعات والمستشفيات، يقولوا انت حامل ما نقدرش نعمل لك حاجة، والكلام ده طبعا غلط. الدور ده منتشر جدا، دور البرد والانفلونزا ديت. الحوامل اول معلومه عايزاكم تاخدوها، ممكن تاخد تطعيمات انفلونزا امنه على الحمل في اي مرحله من الحمل. الحاجه الثانيه اذا في ارتفاع في درجه الحراره، وما شاء الله الجنين عندها كده في الشهر السادس، ده هي تقدر تاخد مضادات وخفضات للحراره، وبتاخد دواء للكحه، وبتاخد كمان جلسات النوبولايزر اللي هي جلسات البخار المركبه، لانه احنا لو سبناها الكحه الشديده ممكن تاثر على الحمل وينزل ميه ولا شيء. السخونه الشديده ممكن تؤدي لا قدر الله الى اضطراب في ضربات قلب الجنين، وكمان ممكن لا قدر الله لو سخونه شديده واكثر من 3 ايام تؤثر على يعني استمراريه الحمل. ففي دور الانفلونزا تلتزم بالراحه بالسوائل الدافيه، بتاخدي فيتامين سي، بتاخدي بنادول، بتتروشي في البيت، بتاخدي فيتامين د جرعه كبيره، الحاجات دي كلها بتتاخد وقائيه في البيت. لكن اذا زاد عن 3 ايام ولسه ما زال في سخونه وفي كحه شديده لازم تكشفي وتاخدي ادويه وتاخدي حاجات في الدريب. فما فيش حاجه اسمها انت حامل روحي اقعدي في البيت مالكيش علاج عندنا، لا غلط الكلام ده غلط. وبتكونوا متابعه مع دكتوره هي ان شاء الله تكون امينه عليكم وتديكم الادويه المناسبه للحمل، لانه في مضادات وفي دواء للكحه وفي خفضات الحراره كلها امان مع الحمل. لكن ان احنا نسيب الدور ده انه يزيد والحراره ترتفع، ده اللي فيه تاثير ضار على الحمل. ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله.